أن الإنسان يهتم بالنوعية ماشي بالكمية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيلة ليالي رمضان كسائر الليالي ينام أول الليل ويستيقظ آخره. ما نديروش هذيك الخدمة ديال الناس يعني اللي ما عندهم علم بالله عز وجل، ما عندهم علم بالدين ولا علم بالآخرة، كيبقى ليلة القدر ليلة 27 كلها فايق إن كانت هي الليلة، وقد يتعب في غير فائدة يا وكيركع وينوض وعقله مشغول تقول فوقاش يسالي هذا الفقيه. إذا أنت ما راكش عايش مع الله عز وجل، لا، خذ لنفسك ولبدنك قدرا من الراحة يكفي، ماشي الراحة ديال 100%، لا، يكفي لأن تكون في وعيك ويمكنك من الحضور مع ما تقرأ من القرآن، ولا أن تصلي ركعتين اثنتين تحقق قراءتهما وتسبيحهما وركوعهما وسجودهما حاضرا مع الله عز وجل، تطيل السجود رغبا ورهبا، تستغرق في الدعاء ما شاء الله لك في ركعتين، خير لك من الليلة كاملة بغير فائدة. مش ضروري تصلي التراويح كلها، مش ضروري، يعني مع الإمام كنقصد، دير البركة في المسجد، دير البركة 4 ركعات 6 ركعات على حسب الطاقة ديالك، وسيرت الناس، سيرت الناس، وعلى عزم، على عزم، ويكون في الدار حال الطوارئ، يعني راه يعني الليالي العشر، هو ماشي غير ليلة القدر، الليالي العشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيدير حال الطوارئ في الدار ديالو بين أزواجه وذريته ومحيطه، العشر الأواخر حال الطوارئ روحية في البيئة الإسلامية الحقيقية التي تعلم ما معنى ليلة القدر وما معنى العشر الأواخر من رمضان وما معنى الدنيا وما معنى الدنيا وما معنى الآخرة وما معنى العلم بالله وما معنى العلم باليوم الآخر. لا يدري أحد منا ما يكون مصيره لسنة مقبلة، أفوق الأرض أم تحتها، وإن كان فوقها أتكون له قدرة على الصيام والقيام أم لا تكون. إنسان يديرها الفرصة ديالو الأخيرة، يديرها هو الفرصة الأخيرة، وربي تعالى كريم سبحانه ما يضيعكش. حتى إذا اجتهدت في الراحة، وهذيك الراحة راه عبادة، سيكون قلبك يقظا بالله عز وجل. وما تخافش يديك الناس، غير تبع القواعد الشرعية، ما تعمرش كرشك بزاف، كن صائما لله وافطر على السنة، ما تملأش البطن ديالك بالطعام الكثير، راه كيبقى القلب يقظ. لو انك في وقت من الاوقات مثلا قالوا لك غدا غادي تخبط واحد 100 مليون، ما يديكش الناس، عتبلك الليل كامل واخا تنعس بالعيا، ولكن ادنى حركه كتستيقظ. لما كتكون عندك هم لله وبالله وتخشى فوات هذا الخير العظيم، راه الملائكه معك توقظ قلبك وتؤنسك بالله عز وجل. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان يقول لعائشه رضي الله عنها: ان عيني تنامان لكن قلبي لا ينام، لان القلب ديالو مشغول مع رب العالمين سبحانه وتعالى، مرتبط بنور الرحمن الرحيم جل وعلا. ولذلك تجي يعني في الثلث الاخر او قبله بقليل من الليل يستيقظ، تقريبا تقريبا دابا الثلث الاخر ديال الليل كيبدا مع الجوج، مع الجوج في الليل دابا تقريبا كيبدا الثلث، بهذا العده دايره حسبنا من يعني من المغرب، يعني بعيد المغرب، بعيد المغرب من غياب الشفق الى اعلان الفجر تقريبا الجوج في الليل والثلث الاخر ديال الليل، واللي ارتاح شويه في النهار وزاد عليه راحه اول الليل يعني راه من الجوج في الليل حتى للربعه باش تعطي الفرصه للسحور، يعني من الربعه للخمسه تسحر، من الجوج ثلاثه اربع ساعتان الخير والبركه ما يجيكش قليل. هذا جهل، جهل جهل بليلة القدر اللي كي يستهش ويجي قليل ساعتين. إذا كنت ساعتين وأنت مع الله وحدك، وحدك صلي وحدك تجد لذة أخرى. وصلاة الرجل الحديث الصحيح نافلة بحيث لا يراه الناس، تفضل صلاته بحيث يراه الناس 25 درجة، العكس ديال الفريضة تماما.
راك درت البركة التراويح مزيد مع الناس سنة مزيان حينا، ولكن دير عود حقك ديال النفس ديالك بوحدك مع الله عز وجل. وهذه السنة ديال سيدنا محمد، لما صلى لنا شوية ديال التراويح عود دخل داره، الليالي الأخرى ما خرجش ليه، صلى النوافل ديالو بوحده ساعتين من البركة لا يحصرها عد ولا أحصرون.